السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد بوصفة جديدة. وصفتنا لليوم صينية زهرة أو قرنبيط بطحينة، وصفة سهلة وبسيطة ومفيدة، إن شاء الله رح تنال إعجابكم. ولا تنسوا بس تجربوا الوصفة وتعجبكم تشيروا القناة لكل أصدقائكم وتكتبوا لي تحت بخانة التعليقات رأيكم فيها، كرمال تشجعوني أكثر أعملكم وصفات جديدة. وقبل ما نبلش بالوصفة بحب أذكركم بوصفتنا السابقة، عملنا الشاورما السورية والتومية طعمة كتير طيبة، فإذا ما شفتوها بعد ما تخلصوا هذا الفيديو روحوا شاهدوها وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. ولا تنسوا إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب أو اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس كرمال يوصلكم كل فيديو جديد. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهلأ خلينا نبدأ من المكونات. أول شي رح نحتاج كيلو زهرة أو قرنبيط مغسل ومقطع، رح احتاج كوب من المي ونصف كوب من اللبن ونصف كوب من الطحينة ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل، نصف ملعقة من سبع بهارات ونصف ملعقة من الكاري والكركم، وبنحتاج ملعقة كبيرة ممسوحة من الكمون الناعم، ورح احتاج ربع كيلو من اللحمة المدهنة. طبعا اللحمة شيء اختياري فيكن تستغنوا عنها. رح احتاج 2 مكعب ماجي ونصف ملعقة صغيرة من الملح وبصلة كبيرة مفرومة ناعمة و4 سن ثوم مهروس وعصير نصف ليمونة. وهلأ رح احطهم على النار. رح احط نصف كوب من زيت الزيتون ورح نضيف للبصلة الكبيرة، وبهذا الوقت رح نقلي الزهرة. وبعد ما تحمرت معنا البصلة رح نضيف اللحمة وحركها منيح لوقت ما تستوي. وبعد ما استويت معنا اللحمة رح اضيف لمكعبين من الماجي، رح اهرسهم بايدي وحرك كتير منيح ليدوب الماجي. وهلأ رح ضيف البهارات اللي ذكرتها سابقا، رح ارجع حرك. وهلأ رح احط المكونات بصينية ورح ضيف الزهرة اللي قليتها مسبقا. وهلأ رح ابدأ بالصوص. رح احط بزبدية نصف كوب من الطحينة ونصف كوب من اللبن او الزبادي وكوب من المي وعصير نصف ليمونة و4 سنون ثوم مهروس. وهلأ رح اخلط المكونات كتير منيح لحد ما يتجانس معنا الخليط، ورح اضيف ربع ملعقة ملح وهلأ رح اضيف الصوص للحمة والقرنبيط. وهيك الصينية صارت جاهزة، رح احطها على النار رح اتركها على النار لوقت ما تغلي وتنشف شوي. هاد هو القوام المطلوب. وبعدها انا رح احطها بالفرن 5 دقايق لتتحمر من فوق. واخر شي زينتها ببقدونس. هيك وصفتنا صارت جاهزة، طعمتها كتير طيبة، بتمنى تجربوها وتحكولي رأيكم. وصحتين وهنا. ولا تنسوا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسمها مطبخ غالية وآية. وبس، باي باي.